السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبنا في قناتنا وقناتك صناعة بنفسك مع أخوكم عادل العبسي. طبعا الناس اللي متابعيننا، احنا كنا جينا من شهر تقريبا عملنا حلقة عن مزرعة الدود أو مزرعة الطعم، وخدنا نموذج كده وعملناه بإيدينا وعرفنا نعمله ازاي والحاجات والمواد اللي بتتحط عليها ازاي والنسب بتاعتها والكلام ده كله. الناس اللي مشافتهوش وعايزة تبص عليه ولا حاجة ممكن تراجع القناة بإذن الله وهتلاقيه موجود. النهاردة بالظبط كده فات شهر على النموذج ده. طبعا النموذج ده ما حطيتش فيه كتير، انا يا دوبك حطيت فيه ربع كيلو طعم، مش كتير، لمجرد ان ايه التجربة بس مش اكتر. انا كنت عملتها من زمان قوي وعدى فترة طويلة جدا ما عملتهاش، فحبيت ان انا اجددها من تاني بس ما عملتهاش بكمية علشان اشوف الدنيا فيها ايه يعني، لان انا حطيت برضو مواد من موجودة عندي ما اشتريتش حاجة. فبأمر الله النهاردة هنكشف عليها كده ونشوف الدنيا ماشية ازاي. طبعا انا كشفت عليها مرة واحدة في نص المدة بعد اسبوعين، رشيتها شوية مياه صغيرين وكان في شوية ورق جرجير حطيته فوق على الارضية وبس. غير كده ان شاء الله النهاردة كده الاسبوعين التانيين يبقى كده فات شهر، هنكشف عليها كده ونشوف الدنيا فيها ايه. ربنا يكرم، لو ربنا سهل بأمر الله ولسه حي والدنيا شغالة وبدأ الدنيا تظبط، هجيب بقى الكمية بتاعتي واحطها. طبعا دلوقتي احنا النهاردة في بداية، احنا النهاردة 4/2/23، فبأمر الله لو كده يبقى قدامنا مثلا في حدود ال3 شهور الجايين، يعني ممكن لو جبت الكمية بتاعتي الفترة دي في خلال ال3 شهور الجايين ان شاء الله يبدأ ان هو يشتغل ويعمل الشرناء بتاعته، فبأمر الله تبدأ الكمية تتضاعف. في الحالة دي طبعا ممكن يغنيني عن ان انا اعوز طعم فترة الصيف كلها، فبأمر الله هنجرب كده ونشوف مع بعض ودعواتكم خليكم معانا. طبعا يا جماعة زي ما احنا شايفين كده انا حاطه في عشة على السطح زي ما احنا شايفين كويس في جردل. طبعا احنا الناس اللي كانت حاضرة برضو المرة اللي فاتت معانا عارفين الوضع، ادي الجردل اللي حاطه فيها اهوت تمام. وعرفنا طبعا ان لازم ابقى رافعه زي ما احنا شايفين كده وحاطط تحتيه ميه، الميه برضه عايزه تتزود اهي زي ما احنا شايفين عشان ما يطلعش اي حشرات ليه فوق، لان لو طلع اي حشرات او نمل هيبقى باظ. بسم الله يا ميسر الاحوال يا رب. بصوا يا جماعه زي ما احنا شايفين كده الميه اهيت بس عايزه تتزود. بسم الله زي ما احنا شايفين كده يا جماعه بعض البذور والحاجه اللي كانت موجوده في التربه نبتت اهيت من الرطوبه. شايفين كده منظر التربه عامله ازاي، معنى كده ان هو بدا ان هو يطلع فضلات وينتقل اهو، اتعامل كله انفاق زي ما احنا شايفين كده، يبقى بأمر الله هتلاقيه تحت شغال كويس ان شاء الله. بسم الله. بصوا يا جماعة اهو بصوا يا جماعة شايفينهم، بسم الله ما شاء الله. طبعا انا مش عايز احفر التربه كلها عشان الانفاق اللي هم عاملينها يتن زي ما هي، شايفين بسم الله ما شاء الله. سو طبعا ده يا جماعه ربع كيلو بس اللي حطيته، ما حطيتش كتير والله. فبأمر الله كده انا هبدأ ازود الكمية وابدأ ازود كمية العلفة برضو بتاعتي، الجزء اللي هيتحط فيه ده هنبدأ نزوده بدل بدأت تشتغل كده كويس الحمد لله. ماشي فكده ممكن نزود. طبعا الكمية يا جماعة ما تزيدش على مساحة صغيرة، فانا لو عايز ازود ابدأ ازود الكمية هحط حاجة تانية، يعني ممكن اعملها في حاجتين تلاتة
شايفين؟ بسم الله ما شاء الله. فممكن اعمل ايه، اعمل جردل، جردلين، ثلاثة، على حسب الكمية اللي انت محتاجها. تمام، بصوا شايفين جوه تحت ازاي عامل ازاي؟ فبأمر الله كده نبدأ ان احنا نزود براحتنا. بسم الله ما شاء الله. بصوا يا جماعة، احنا شغال 10 على 10 واط، ده بقاله شهر بالظبط كده في التربة. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله، وصحته كويسة جدا اهوت. بإذن الله كده نشتغل عليها بأمر الله بقى، وقلبنا كده جامد. دعواتكم. طبعا زي ما شوفنا كده يا جماعة، هي كده بأمر الله شغالة كويس قوي. احنا كده بقالنا شهر اهو بالظبط، بإذن الله نجيب الكمية بتاعتنا ونبدأ نزودها. وزي ما قلنا ما ينفعش ان انت تزود كمية كبيرة على مساحة صغيرة. فالجردل اللي احنا شفناه ده ممكن يتحط فيه كيلو، الجردل ده يتحط فيه كيلو، اكتر من كيلو لا، اكتر من كيلو يبقى انت حط كمان جردل، كمان 2 زي ما انت عاوز. تمام، الكيلو دلوقتي بتاع الطعم ما بين 150 160، وفي بعض الناس لو انت هتجيب كمية كبيرة جملة ممكن تبقى اقل من كده، لكن طبعا 150 بالنسبة للموسم لما تلاقيه ب 600 جنيه، تفرق كتير جدا جدا يعني. فبأمر الله اللي عايز يعملها يعملها وهو قلبه مطمن، وان شاء الله كده تبقى تمام. اللي عايز يراجع على الفيديو اللي فات بحيث انه يعرف طريقتها بالظبط والمكونات اللي محطوطة يراجع. وخليكم معانا ان شاء الله كل جديد مع بعض. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.